بدرس بدرس وعلامته هي هي بالبيولوجي، ما عم بتحسن ولا ربع علامة، ورفيقتي أنجأ بتدرس نص اللي أنا بدرسهم، كرمالها عم تتحسن وعلاماتها عم بيصيروا أحسن. معقول عم بدرس بالطريقة الغلط؟ كيف معقول أدرس بيولوجي لحتى بلش شوف تحسن؟ مرحبا، أنا مس سهى، معلم بيولوجي من 2005، وهدفي إنه الطلاب بصف علوم الحياة مش بس يفهموا البيولوجي، يدرسوه بالطريقة الصح، يتعلموا كيف يجاوبوا على الأسئلة ليبطلوا يخسروا علامات بالامتحانات الرسمية، ويدرسوا لامتحانات الدخول ينقبلوا بالجامعة والاختصاص يلي هن بحبوا. إذا أول مرة بتحضروني أو بعد ما عملتوا سبسكرايب، بليز اعملوا سبسكرايب لهيدا الشانل، وكمان فعلوا زر الجرس لحتى تكونوا أول مين بيعرف كل ما ينزل فيديو جديد. بهيدا الفيديو رح خبركن عن 5 أخطاء بتعملوها انتو عم تدرسوا بيولوجي، وهيدي الأخطاء عم بتخليكن واقفين محلكن وتحسوا انه انتو ما عم تعرفوا تتقدموا بالبيولوجي، ورح خبركن الطريقة المزبوط يلي المفروض تصححوا فيها هيدي الأخطاء. 5 خطأ هو يلي رح يفاجئكم، خليكم لآخر الفيديو لحتى تعرفوا شو هو. mistake number one هو لما انتو ينشرح لكم الدرس وذر بالمدرسة او انتو عم تحضروا هيدا الدرس عن فيديو وتاخدوا النوتس يلي انتو كتبتوهم او يلي اوريدي الاستاذ او المعلمة عطاكم ياهن وتدرسوهم مرة واحدة. ليش؟ لأنه أنتو لما تدرسون مرة واحدة وتتركون لا ترجعوا ترجعون لنهار الامتحان بتكونوا already نسيتون، يعني لما ترجعوا ترجعون بيكون كأنه عم بتشوفوا هيدي المعلومات لأول مرة. طيب شو الحل؟ الحل أنه تعتمدوا وحدة من الميثود يلي أنا كتير بحبها ويلي بتضمن أنه أنتو خلص ما بقى تنسوا المعلومات، ولما يجي الامتحان بتكونوا بس سمبلي عم بتراجعوا المعلومات مش عم تدرسوها عن جديد. هيدي الميثود اسمها 1-3-7 method for revision. شي يعني؟ يعني أنا بدرس معلوماتي براجعهم بعد يوم، خلال 24 ساعة، بعد 3 أيام، بعد 7 أيام. بهيدي الطريقة ولا ممكن بعدين تكونوا عم تنسوا هيدي المعلومات. هلا ممكن تقولوا لي انه نحن شو ما عنا الا البيولوجي مثلا، انه عنا 100 قصة تانية، بعدين كل يوم كل يوم كل يوم نحن عم ناخد درس بيولوجي، كيف انا بدي زبطهم بطريقة انه كون عم راجعهم خلال يوم 3 و7 أيام؟ اوكي، هلا انتو رح تكونوا عم تاخدوا نوتس، مزبوط. سو ليتس سي انتو بالمدرسه درستوا ميوسس واخدتوا نوتس عن ميوسس، بتكتبوها على دفتر النوتس تبعكم، and you must have a calendar لتعملوا سكيدجول. سو انا على هيدا السكيدجول شو بعمل؟ بحط شو النوتس يلي بدي راجعها كل يوم، وبيكون انا عندي بنهاري نص ساعه بس للمراجعه. اوكي، هلا هون يعني انا لنقول اخذت نهار الجمعه درس الميوسس، اول مراجعه رح تكون السبت، ثاني مراجعه رح تكون الاثنين، واخر مراجعه رح تكون نهار الجمعه. اوكي، بتصير المراجعه بتاخذ 5 دقائق، يعني لنقول انا نهار السبت اخذت معي ربع ساعه لراجع هيدي المعلومات، نهار الاثنين ما بتاخد 10 دقايق، ونهار الجمعة آخر يوم يلي هو سابع يوم ما بتاخد 5 دقايق، وبتصيروا بتزيدوا عليهم. يعني let's say نهار التنين نشرح لكم spermatogenesis، نفس الشيء بتحطوا spermatogenesis بعد 24 ساعة، بعد 3 أيام، بعد 7 أيام. أوكي، صدقوني أنتوا ما عم بتضيعوا وقتكم بهيدي الطريقة، ما عم تاخدوا كتير أوقات، لأنه وقت المراجعة رح يكون كتير قليل، لأنه أنتوا بعدكم متذكرين المعلومات، ولما يجي وقت الامتحان بدل ما تكونوا عم تعملوا هيدي الطريقة اللي عطول كنتوا تعملوها من أنتوا صغار، أنه أنا بكرة أو جمعة الجاي عندي امتحان بيولوجي ما بعمل شيء لمدة أسبوع كامل إلا بيولوجي للحق، هيدي حتوقف. ليه؟ لأنه أنتوا الردي مثبت المعلومات براسكم، كل اللي لازم تعملوه أنه تراجعوها وتعملوا شوية براكتس. هلأ منروح على mistake 2. أوكي، تاني خطأ ممكن تعملوه بالبيولوجي أنكم تكونوا
عم بتراجعوا عم بتراجعوا عم بتراجعوا المعلومات وما بتحلوا شيء أبدا إلا لوقت الامتحان. يعني مثلا خليني أقولكم، أنا اليوم درست الانهيرتنس، دوميننس كودوميننس انكمبليت دوميننس، بضلني كل الوقت عم راجع انه دوميننس يعني 1 قليل will be expressed، كودوميننت بوث قليل، بس ما عم طبق، عم بترك التطبيق لبعدين، وهيدا شيء منه صح. يلي لازم تعملوه انه حتى لو انتم مش حافظين المعلومات بالمية مية، go and solve، لأنه أنتوا عم بتحلوا حتصيروا عم بتضووا على أخطائكم، عم تعرفوا وين الغلط يلي عندكم إياه، وين المشكلة اللي عندكم إياها. هون في معلومة أنا بعدني ما حفظتها بركز عليها. سو بهيدي الطريقة أنتوا عم بتحلوا وعم بتركزوا المعلومات كمان مرة براسكم. تالت غلط ويلي بشوفه كتير كتير بين الطلاب وعطول بتخانق معهم كرمال هيدا الغلط، solve exercises orally. We don't solve orally. على طول انتو لما بتقروا الاكسرسايز وبتحلوه براسكم بتحسوا حالكم بتعرفوا، بس لما تجوا بدكم تكتبوه هون بتعلقوا، هون ببطل فيكم، بتحسوا حالكم انه انا I can't express myself، ما بعرف شو بدي اكتب، المعلومات موجودة بس ما عم بعرف اكتبها. سو شو الحل بهيدا الموضوع؟ الحل انه تكونوا عم بتحلوا written، يعني اللي بقوله انا لطلابي، أنا بهمني تحلوا دورة أو exercise written أحسن ما تحلوا 20 دورة أورالي. ننتبه مننتقل عفوا لرابع mistake. أوكي، كتير طلاب بيكونوا عم يدرسوا بيحلوا exercise الكتاب، بيحلوا ما بعرف شو من جايد حدا بيبعت لهم، وبيتركوا الدورات. امتى بيحلوا الدورات؟ بيحلوا الدورات قبل الامتحان بليلة، وهونيك بتكون الصدمة. والأصعب من هيك لما التلميذ يترك الدورات لآخر السنة. ضروري 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 تكونوا عم بتحلوا دورات، إذا مش بعد كل تشابتر بعد كل دوكيمنت. يعني إذا أنتوا بتعرفوا إنه هيدا الدوكيمنت أو الأستاذ قالكم إنه هيدا الدوكيمنت فيه عليه دورات، ضروري تكونوا عم بتحلون. كل ما يخلص التشابتر لازم تكونوا انتو حاطين براسكم انه هلا انا بدي حل دورات، ومثل ما اتفقنا هيدي الدورات بتنحل ريتن مش اورالي. نوصل لخامس خطأ، وهيدا اكتر خطأ بهمني، ما فيكن تجيبوا علامات عالية بالبيولوجي بالامتحان الرسمي. ما حدا بيسكر العلامة، ما حدا بيجيب علامة عالية، كتير صعب. لجنة البيولوجي كتير متشددة، هيدا يلي انتو بتسمعوه سنويا كل ما توصلوا، كل المواد بتتسكر ما عدا البيولوجي، وهيدا الدليل قدامكم. هولي تلاميذ السنة الماضية، شوفوا قديه انا نقيت بس كم حدا، شوفوا قديه في 80 على 80، هودي كمان 79 على 80، 80 على 80 و79 على 80 و78، هولي كلها علامات عالية. يعني نحن عم نحكي 20 على 20، 19 و3/4، 19 ونص، يعني البيولوجي بيتذكر. بس شو بدكن لحتى انتو تقدروا تجيبوا هيدي العلامة العالية بالبيولوجي؟ بدكن تتفادوا الأخطاء اللي قلتلكن عنها، بس عشرت توثقوا انه انتو بتقدروا توصلوا، توثقوا انه انتو قادرين تجيبوا علامة بهيدي المادة. الفكرة هون انه نحنا بدنا نغير المايندسيت تاعولنا، ضروري. البيولوجي مادة مثلها مثل اي مواد، بمجرد ما انا فهمتها درستها بالطريقة الصح، تعلمت كيف جاوب، واكيد في 100 طريقة لنتعلم كيف نجاوب، كيف نجاوب على كل اكشن فيرب، رح نقدر نجيب فيها العلامة اللي نحنا نتمناها. اوكي، مثل ما شفتوا رفقاتكم يلي قبل كيف جابوا علامات عالية، if they can معناتها you can. خبروني بالكومنت اي خطأ انتو كنتو عم تعملوه وكيف رح تشتغلوا لحتى تصححوا. اذا حبيتوا هيدا الفيديو بليز اعملوا له لايك وشاركوه مع حدا من رفقاتكم يلي ممكن يستفيد منه، وانا بشوفكم بفيديو جديد.